من الناشطة الإعلامية مهجة أشرف أبو القاسم لنتواصل معكم عبر هذه التغطية الخاصة أكيد من قناة الشروق. بدأنا نلملم متاعنا ونحكم قبضة الأشياء، فالمسير أمامنا لن يكون قصيرا، والوجهة وإن كانت مألوفة لدينا لكنها تأتي بمهمة مختلفة، واختلاف هذه المهمة جعلنا نعبر من خلال هذه المدينة، مدينة مروي بالولايات الشمالية. ومن على تخومها كانت هذه القرية الحالمة الوادعة التي تقع على الضفة الشرقية للنيل. استقبلتنا القرية بحزنها المتجدد وجسدها المنهك وبخدودها المنتفخة، وهي التي كانت من قبل عروسة تزف بشوارعها وميادينها ومآذنها وليالي سمرها وعنفوان نخيلها وكريم زرعها وضرعها، لكنها باتت حزينة. حجم المعاناة صراحة من الفيضان بتاع العام 2020 كانت معاناة كبيرة لكل الشرائح في القرية، في القرية والغرة المجاورة. كان الارتفاع مزعج وكسر بيوت كثيرة، تقريبا حكاية بتاعت أكثر من 100 بيت، من تلف كلي لتلف جزئي، أكثر من 100 بيت. وفي بعض المساجد والخلاوي برضه كان تلف كلي بالنسبة للخلاوي وتلف جزئي بالنسبة للمساجد. مهددة شديد، فبالليل ما بينهم، الولاد ما بينهم، الجيران ما بينهم، الناس كلها واقفة، لكن الحمد لله غاية بقدرة ربنا، إن شاء الله ربنا يمرقنا. بس ليس أمرا اعتياديا ولا سهلا ميسرا أن تفقد المأوى بين عشية وضحاها ثم تفترش الأرض، فالفيضان عند فيضه لا يفرق بين الأرض اليابسة والندية، ولا المخضرة والجافة، ولا المعمورة والمهجورة، لتكون العواقب هكذا. فكيف صار ما كان بالأمس مسرحا ومرتعا؟ يعني المركب ماشي حاليا في نص الحلة، المركب في نص الحلة حاليا، فحجم الدمار كبير جدا، حجم الدمار لا يحصى. إذا قعدنا نحسب الخسارة والدمار الحاصل في المحصولات، في الزروع، في نفوق المواشي لا يحصى ولا يعد. أما الدمار على المستوى البنية التحتية انهيار تام، يعني إحنا الآن على شمالنا مسجد، على يميننا منازل، ما في حاجة فيها، كل ما موجود دمار مبالغ فيه. حتى الأموات لم يسلموا في قبورهم، المساجد والخلاوة والمنازل ما بين الانهيار الكلي والجزئي، فلم يقف أهالي هذه المنطقة مكتوف الحيلة والوسيلة حيال هذه الكارثة الإنسانية، ولأنهم تشبعوا بقيم النفير فكان المغترب حاضرا بزوادته قبل المقيم، والكهول يسابقون الشباب. فهذه صورة تتكرر بين اللحظة والأخرى، فلا مجال للتقاعس والتقاعد طالما الإرادة موجودة. من الصباح نقوم، من الصباح قبل ما نسوق، بعد نصلي الصبح طوال، نمشي إن شاء الله، نمشي نقف فوق البحر، نعين كلنا شيب وشباب، نساء ورجال، نقف كلنا عشان ما نحاول جسر العمل في الجسور بالشوالات بأي شيء، كل زول يجي من أهله شاي، شوالات عنده، شوالات فاضل عنده، أي حاجة دمنا على البحر من الناس، نحن نحاول نعمل لناسنا وهنا عشان ما نقلل من الخسائر. فرغم عن ذلك البحر غلب الناس، والحمد لله هذا يعني الشيء الذي تنظرون إليه، يعني دمار حصل. يعني إحنا عهدنا بحر 88 و94 و98 وسي 2020 زي ده، يعني احنا يعني ما حصل عليه الحمد لله، وهزيرة الله والمجهود، يعني الدمار اللي حصل ده وبقية المنازل التي يعني اصبحت يعني موجودة من يعني امرقوا اخير شوال البلد، يعني هذا العمل ده قاموا به شوال البلد، مرقوا البلد يعني لا تحت، اندمرنا يعني من بساتين، من فواكه، من نخيل،
من علف حيوانات من براسيم يعني تقدر مش بالفدادين بهكتارات المساحات الزراعية. مهما تحطم الجدران فالقلوب هنا صامدة، ومهما حاول الفيضان في تمرده فإنه لا يكسر العزيمة وتظل القوة التي تطلق الأمل حرارة ووقودا وطاقة لا تفنى.